كل مكان تروح تلاقي جمهور النادي الاهلي بيرسم لوحه فنيه اندلت بتدل على الحب والعشق لقيمه كبيره هي قيمه النادي الاهلي. يعني منذ وصولنا لمطار فيينا جمهور النادي الاهلي في كل مكان مدى حبه ومدى ارتباطه بالنادي الاهلي، تقديرهم وحرصهم ان هم يكونوا متواجدين مع النادي الاهلي في كل مكان. معايا مجموعه طبعا من جماهير النادي الاهلي الموجوده هنا في النمسا، كتير جدا منهم جاي موجود من فيينا. خليني ارحب بيهم على شاشه قناه النادي الاهلي. برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، واعتقد دايما في اي مكان بنستنى نشوف ريحه النادي الاهلي، بنجري سريعا يعني دايما بتدور على النادي الاهلي في كل مكان. طبعا دي حاجه مؤكده، النادي الاهلي نادي كبير والجماهير بتاعته جماهير عريضه جدا، وحب الجماهير للنادي الاهلي ملوش وصف وملوش حدود، ومن حق النادي الاهلي ان احنا نجري وراه لو راح اخر الدنيا. اشكرك، عايز اروح لحضرتك وكابتن يونس، اخباره ايه؟ طبعا بيشجع النادي الاهلي. طبعا يونس اهلاوي من صغره وبيشجع النادي الاهلي وبيتفرج على كل الماتشات، ومبسوطين جدا النادي الاهلي هنا بيزورنا في النمسا، وان شاء الله يبقى بدايه انطلاقه جديده للموسم اللي نكسر فيه الدنيا كلها ان شاء الله، ونجيب كل البطولات ورقم واحد في افريقيا وان شاء الله رقم واحد في العالم باذن الله قريب. عايز اروح لحضرتك، قول لي بقى انت جاي منين؟ انا جاي من فيينا. يعني ساعه ونص اعتقد. يعني ساعتين ساعة ونص. مش كتير على النادي الاهلي؟ لا طبعا مش كتير، لو 5 6 ساعات 10 ساعات 15 ساعة مش كتير على النادي الاهلي بجد. ايه الرساله اللي حابب تقولها للاعبين؟ احنا السنه اللي فاتت واخدين 5 بطولات، السنه الجايه جمهور النادي الاهلي طبعا ما بيشبعش من البطولات، عايز تقول لهم ايه؟ انا اتمنى السنه دي ان شاء الله نضيف بطوله جديده للنادي الاهلي، وهي كاس العالم للانديه، حلم لاي اهلاوي ويكتب في التاريخ لاي لعيب. فانا اتمنى ان شاء الله للسنه دي نحققها وناخد حاجه جديده. احنا تقريبا خدنا جميع البطولات، فاحنا بنتمنى بجد ناخد حاجه جديده للنادي الاهلي باسم النادي الاهلي. عايزين تقولوا ايه للاعيبه النادي الاهلي؟ واخدين كل البطولات الموسم اللي فات، لكن عندنا تحديات كتير جدا الموسم اللي جاي. عايزين نقول ان احنا مبسوطين ان احنا شفناهم، احنا اول مره في حياتنا نشوفهم لايف قدامنا، واحنا فرحانين يعني قوي ومبسوطين. وبابا كان كمان معانا امبارح، احنا كلنا يعني بنحب الاهلي عشانه هو اللي عرفنا بيهم. عايز اروح لك بابا طبعا ودوره علمكم حب النادي الاهلي، واكيد انتوا هتعلموا ده اللي جاي. الرساله اللي عايزه تقولها لعيبه النادي الاهلي؟ اكيد شكرا ان انتوا نورتونا في النمسا، اند ستاي سترونج، وخليكم زي ما انتوا، ان شاء الله يكسبوا على طول. يعني مين بقى اكتر اللاعبين اللي بتحبيهم في لعيبه النادي الاهلي؟ رامي ربيع وامام عاشور. اكيد مسؤوليه انك واخد 5 بطولات بتشيلك حمل اللي جاي، حابب تقول ايه للعيبه؟ انا عايز بس اقول لهم اللي هم بيلعبوا كوره حلوه، يعني بركه لينا اللي ممكن نتفرج عليهم نتعلم منهم، اصل انا كمان بلعب كوره بنفسي، فلما بتفرج عليهم انا بحس اللي هم بيلعبوا يعني لعبة حلوة قوي، وعايز ابقى زيهم طبعا. عايز اروح لحضرتك ويعني شايف تيشيرت النادي الاهلي ده ممضي من كل اللعيبه. طيب مين من اللعيبه اللي ما مضاش على التيشيرت لحد دلوقتي؟ يا يوسف علي معلول. انا زي حضرتك حريصه ان انت تكوني موجوده، جايه من فيينا جدا واول مره اشوفهم لايف طبعا، وانا يعني اهلاويه ابا عن جد عن جد، واولادي اكتر مني كمان، يعني انا مش مصدقه اصلا ان هم موجودين وشايفينهم لايف. اول مره تشوف لعبه النادي الاهلي وتقابل لعبه النادي الاهلي؟ اول مره اشوفهم، لان انا بقالي 35 سنه هنا في النمسا، فما بشوفهمش غير في التلفزيون طبعا، ما بيفوتناش ماتش. بتتفرج على ماتشات الاهلي وفي النمسا ازاي؟ بتتابعها ازاي والامور ديت؟ يعني دايما انت عارف حب النادي الاهلي، يعني احنا ورا النادي الاهلي في كل مكان. عايز اقول لحضرتك، واحنا اساسا انا عن نفسي مش متابع الدوري النمساوي، يمكن ابني يكون متابعه مع الاهلي، بس الاهلي رقم واحد يعني. انا متابع بس الاهلي، وبقول دايما يعني الحاجه الحلوه اللي طلعنا بيها من مصر الاهلي بصراحه. كلام كبير، خلي بالك من بابا، يعني اكيد بابا عارف رب بقى عشان نطلع شاب اهلاوي ان شاء الله يكون يعني نفتخر بيك. قول لي بقى مين احب اللعيبه اللي انت بتحبهم في النادي الاهلي؟ والله يعني كل لعيبه الاهلي معزه واحده عندي، انا بحب اللعيبه كلها يعني، بس يعني ممكن كابتن محمود كهربا وكابتن حسين الشحات، يعني بحبهم جدا بصراحه. فرحان ده هو بابا النهارده بيقول لك يلا بينا نروح نتفرج على النادي الاهلي؟ يعني انا اللي جبته النهارده، وقلت له يعني من ساعه ما الاهلي وصل النمسا هنا يعني قلت له لازم نيجي، ويعني من اول يوم كنت عايز اجي بصراحه.
كلام مهم جدا من جماهير النادي الاهلي وافراد الجاليه المصريه. لو عايز فريق يفرحك بنسبه 90% او 90% تفضل فرحان. الجمله دي مهمه جدا، لازم تشجع النادي الاهلي. هتروح في اي مكان هتلاقي جمهور النادي الاهلي، هم السر، هم كلمه النجاح وكلمه السر في تاريخ النادي الاهلي. يعني ربنا يخلي لنا النادي الاهلي ويخلي لنا جمهور النادي الاهلي.